هضرنا في فيديو ديال الدورة الشهرية على شنو كيطرى عند المرأة ملي ما كيتلاقاش الحيوان المنوي مع البويضة، ودابا غادي نشوفوا شنو كيطرى ملي كيتلاقاو. اليوم غادي نهضروا على الحمالة، حيت هذا الموضوع كبير غادي نقسموه على جوج. الفيديو الاول غادي نهضروا فيه على الجنين، والفيديو الثاني غنهضروا على المرأة الحاملة. الحمالة كدوز تقريبا 38 سيمانة من النهار اللي كيتلاقى الحيوان المنوي مع البويضة، ولكن حيت صعيب نعرفوا النهار بالضبط كناخذوا 40 سيمانة من اخر نهار ديال الدورة الشهرية. وهنا خصنا نفكركم ان الجنين ما كيرقدش 10 سنين في كرش مو على ما يجيو الرقاد ديال يوتيوب يخرجوه. ملي البيضة كتخرج من المبيض الفوليكول ديالها كيولي جسم اصفر، ونهار الاول ديال الحمالة هو ملي كيتلاقى الحيوان المنوي مع البويضة، وكيصيبوا بيضة اللي كتشد طريق لوسط الوالدة، وما حدها في الطريق والخلايا كيتضوبلو حتى كتوصل للعش وكتلصق فيه في النهار الخامس. في هذا الوقت اللي داز الجسم الصفر كان تيصيب الاستروجين والبروجستيرون اللي كيوجدوا الجسم للحمالة، ومن غير هاد الهرمونات في النهار التاسع تقريبا البيضة كتصيب هرمون ديالها سميتو غونادوتروبين اومين، غادي نعقلو عليه ب HCG، وهذا هو الهرمون اللي كيتحسب في التيست ديال الحمل. البيضة كتبقى دوبل الخلايا ديالها، وفي السيمانة الثالثة تقريبا كيبدا يتصيب الخلاص لو بلاسينتا والجنين لومبريون، وكيبقى يكبر الجنين حتى كيولي فيتوس في السيمانة الثامنة. على 18 يوم مول الاخصاب كيبدا يوجد الجهاز العصبي، مول 4 ايام كيبان وكيبدا يخدم واحد القلب بسيط، على 25 يوم كيبدا يتصاوب الجهاز التنفسي والكبدة وكيتطور الجهاز العصبي. في السيمانة الخامسة كيبانوا اول ريات وحتى هما بساط بزاف، على 36 يوم كيبدا يتصاوب السنسول. في السيمانة السادسة القلب والريات كيهبطوا للصدر وكيبدا يتصاوب اللسان، على 44 يوم كيبداو يتصوبوا العظام، وعلى 48 يوم كيبداو يتصوبوا اليدين والرجلين، ولكن ما كيتفرق الجنس حتى المور 49 يوم. على 56 يوم كيولي الجنين كيشبه البيبي صغير، الراس كيتكور، اليدين والرجلين كيشدوا بلاصتهم، ومن هنا كيولي سميتو فيتوس. على 64 يوم كيوصلوا المصارين للكرش وكيبداو يكبروا الضفار، وعلى 71 يوم كتبان اول فرقه ديال الدماغ وكيبداو يتصوبوا الهرمونات ديال التيرويد، وفي الشهر الرابع كيتصوب الجلده. في الشهر السابع كيبدا الجنين يتحرك الى سمع شي حاجه. ما بغيناش ندخلو بزاف ديال لي ديتاي باش تبقى الفيديو خفيفه، ولكن الى عندكم اسئله او اقتراح خليهم لينا في كومونتير لتحت. كنشكركم على تتبعكم الحلقة، وما تنساوش تابوناو وتابعونا في فيسبوك وإنستغرام، وخليو لنا كومنتار لتحت إلى عندكم شي سؤال أو اقتراح.